وجع القلب مأساه، وكلما عظم وجع القلب كلما كان المواسي رب العباد. أحيانا وجع القلوب الله يجعل دواءه بين الناس. اسمع، أحيانا وجع القلوب يجعل الله عز وجل دواءه بين الناس. واحد فقد مال، الله بسخر لك حد يتكلم لك، يتكلم معك يواسي قلبك. صار حادث، الله يسخر لك حد يتكلم معك كلمتين يواسي قلبك. كلما عظم البلاء، فكلما البلاء الله مفاتيحه، مفاتيح الدواء بين الناس إلا الموت. دواءه عند الله، الله يداوي قلبك. كيف يداوي قلبك؟ إذا صبرت. النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة وضعت رأسها كذا على القبر تبكي، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه قال ما بك يا امرأة؟ قالت إليك عني لم تصب مصابي. هي ما شافت محمد صلى الله عليه وسلم، ما شافت. قالت إليك عني لم تصب مصابي. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب، جاء الصحابة قال أنا تستحي، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. ذهبت تعتذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الله يريد أنت شو تقول أول ما تسمع الخبر. أول ما تسمع الخبر ابنك مات، شو تقول؟ هنا الله يريد منك هذا الكلام، الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. هنا الله يداوي القلب.